أموت. أعرف كيف الزئبق بيطلع لفوق على 40. خلها ميت موت الفيزياء. هلا التمدد الحراري هو تغيير في حجم المادة نتيجة تغيير درجة حرارتها، فالمواد الصلبة السائلة والغازية تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة. كرة نحاس حلقة. مثل ما كن شايفين كرة هالنحاس بتمر من الحلقة بسهولة. حتى نشوف خاصية التمدد الحراري للمواد الصلبة رح سخن كرة هالنحاس وأفحص إذا رح يزيد حجمها. ما بتفوت. تتكون المادة من ذرات أو جزيئات، ولما منسخنها تزداد طاقة الحركية، تصطدم ببعضها وبتكبر المسافات بيناتهم. نتيجة لهيك المادة بيكبر حجمها، وهاد هو التمدد الحراري. معنا أنبوب، معجون، وعاء، سخان، مي، ملون. نستناها تسخن شوي. أها، مستوى المي ارتفع. أشرح لكم ليش. لما سخننا المي زادت حركة الجزيئات، وبالتالي زادت المسافات بيناتهم، لهيك بيتمدد السائل وبيرتفع مستواه بالأنبوب. أها، نفس اللي صار مع الزئبق في ميزان الحرارة. درجة حرارة جسم المرتفعة كانت السبب في تمدد الزئبق داخل الميزان. أنبوب، بالون، سخان. لما منسخن جزيئات الهواء داخل القارورة بتزيد طاقة الحركية، وبالتالي بتزيد المسافات بيناتهم، تتمدد داخل الحيز الموجودة فيه فبينتفخ البالون. يا سلام، هاد هو التمدد الحراري للمواد الغازية. تجربة دقيقة وحساسة تثبت التمدد الحراري بشكل ظريف وجديد. وهلأ رح نحط مي باردة ونشوف شو رح يصير. بوم، تفجر الإبريق. وقت التسخين تمددت جزيئات المادة المصنوعة منها الإبريق. لما فجأة نقطنا عليه مي باردة في نقطة معينة بردت المادة، والمسافات بين الجزيئات تقلصت بهالنقطة. التفاوت بين تمدد المادة وتقلص المفاجئ في هالنقطة أدى لإجهادها، فانشرخت وانكسر الإبريق. كان معكم أبو الشيك مفجر الأباريق.